ديفيد فيا. يا سلام على البينية من إنيستا، تحولت للفريق الخصم فرصة للتعادل. كرة للتعادل الآن. مساحة أمامه على الجناح، من الممكن استغلالها. بإمكانه إرسال كرة عرضية. نيمار بيلعب الكرة. هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. هذه لقطة توضح لك طريقة التنفيذ والدقة في التسديد. لقطة كانت صعبة على حارس المرمى. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين